فمعنا دلوقتي الكاتب والمؤلف والصحفي الكبير نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ أيمن الحكيم. مساء الفل. أهلاً. إزاي حضرتك؟ إيه أخبارك؟ عامل إيه؟ تمام ربنا يخليك. يعني أنت طبعا يا أستاذ أيمن يعني متخصص أو تخصصت شوية في إصدارات الأستاذ بليغ حمدي وعايش في المنطقة دي لدرجة إن أنا ساعات أشوفك كده أقول الله ده قلب شوية شبه بليغ حمدي. أنا لسه لحد النهاردة معلق لي على كنت كاتب حاجة معلق لي بيقول أنت فعلا بقيت فيه شبه الحقيقة من الحب الحقيقة. يعني عايز أقول لك إن بليغ ده بالنسبة لي قضاء وقدر. إزاي؟ بس قضاء وقدر جميل. أنا الحقيقة يعني بليغ ما لحقتوش. انا كنت يعني بقالي في الصحافه بالظبط اسبوعين لما بليغ اتوفى ورحت اعمل حوار مع الاستاذ محمد رشدي. الله يرحمه الاستاذ محمد رشدي المطرب الشعبي الكبير يعني وانا كنت فصل صغير كده كنت لسه متخرج يعني فرحت اعمل معاه حوار فرماني في بحر اسمه بليغ حمدي. طبعا ده بير محمد رشدي كان يحب بليغ بشكل غير طبيعي. فمعرفش لسبب ما اعتبرني ان انا مسؤول عن كتاب التاريخ بليغ حمدي الدروق يعني. خلينا اقول للناس يا استاذ ايمن ان انت عملت موال الشجن وتعاد تاني الطباعه الاصدار بسلطان الالحان صح الكلام؟ صحيح. موال يعني الشجن وسلطان الالحان هو صدر الكتاب اول مره سنه 2000 بليغ حمدي وبعدين عملت من غير بقى يعني ذكر دور نشر اتفضل. عملت منه طبعتين بعديها. كل ما اجي اعمل طبعه جديده يتكون عندي كتاب جديد من الاضافات والله الاقي كتاب جديد من كتر الاضافات اللي الاقيها فيطلع باسم جديد لدرجه ان في كتاب رابع دلوقتي ايام بليغ الاخيره يعني الحقيقه بنشر منه حلقات دلوقتي صحفيا. ايوه انا قريت اربع مقالات في الدستور ولسه في حلقات ايام بليغ الاخيره ده ملف مهم جدا على فكره ودي حكايات جديده تماما يعني دي حاجات مش موجوده في الكتب اللي انا طلعتها ولا حد يعرفها. فبليغ ده ساحر الحقيقه بحر يعني انا بقول ان انا شوف السنين دي كلها بكتب عنه اكتشفت ان انا ما كتبتش حاجه. كل ده لسه ما كتبتش حاجه. والله اولا هو بليغ ده حاجه حاله من الحالات الاستثنائيه في تاريخ المزيكا وتاريخ الـ الانسانيه كان حاله يعني عجيبه الشكل. يعني الحقيقه كل اللي يعرفوه عندهم يعني مش عايز اقول لك حاجه فتنه ما بليغ حمدي. استاذ ايمن حضرتك نفسك مفتون بهذا الزمن لانه انا قدامي الاصدارات المشهد الاخير قتلت ام كلثوم صنع الحب ضحكه مصر غرام المبدعين زمن محسن محسن زايد حضره المتهم نجيب محفوظ عزيزي احمد رجب كل دي اسماء كتبك الرقص مع الحياه اسمي بولا ناديه لطفي تحكي مزامير القران طبعا انا بشكرك طبعا عليه هيكل حكايات جديده هوان مصر لا يعني انا يعني مش عارفه اقول لك ايه بصراحه يعني هحسدك على الهواء قدام الناس كنت نفسي اعيش في الفتره دي الحقيقه. انا احب الفتره دي جدا يعني انا من يعني انا فجاه كده كان اصحابي ناديه لطفي وهند رستم استاذ عادل امام ربنا يديله الصحه ايوه يا رب عايش في الفتره دي كنت انا بقول لك فتره صغير كده وصاحبهم فكنت انت عملت عن سيره الاستاذ عادل امام ربنا يديله الصحه ضحكه مصر وبعمل عنه روايه دلوقتي روايه دي حاجه جديده شويه فانا بقول لك دول جيل حاجه كان يعني حاجه عظيمه جدا ناس استثنائيه جدا وبليغ ده بالذات انا الحقيقه لو شفته الحقيقه كان ممكن واحد يحصل له حاجه الحقيقه ان انا اللي بسمع عنه من الحكايات دي مش ممكن ده مش طبيعي الحقيقه لا يعني حتى على مستوى المزيكا يعني بليغ خليني اقول لك تشبيه الحقيقه يعني ممكن تتصدم شويه بس يعني ارجوك يعني لا مش هتصدم عندي ثبات انفعالي ما تقلقش يعني انا بعتبر بليغ هو طه حسين الموسيقى طه حسين الموسيقى بمعنى طه حسين خلى التعليم كالماء والهواء بليغ خلى المزيكا والغنى كالماء والهواء لكل مواطن وده كان قائم الدكتور طه حسين قائم على اللغه العربيه الفصحى والاستاذ بليغ حمدي قائم على الموسيقى العربيه الفصحى انا جدا فانا يعني طه حسين اتاح التعليم للناس كلها كل حق مكتسب للناس كلها بليغ خلى الغنى حق مكتسب شعبنا وخلى الناس شعب المزيكا والغنى صحيح برافو عليك وصل الغنى للناس في الشارع يعني طبعا انا من عشاق الاستاذ عبد الوهاب طبعا والاستاذ الصنباطي بس دي استاذ الصنباطي تقعدي تسمعي اراك عاطيه الدمع اسمعي ما تجرؤيش تقعدي تغني مع ام كلثوم لان اللحن صعب
يعني ايوه فاهمك يعني طبعا. فتيجي عند بليغ تلاقي مثلا سهل ممتنع، هو سهل ممتنع. لما تيجي نسمع له حاجه، ايه رايك نسمع حاجه كده لام كلثوم ونرجع نكمل، عشان عايز اعرف منك بقى اسرار من ايام بليغ الاخير. يلا بينا. 91.9 رقم الاس ام اس، 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون، واسيبوا لي اجابه السؤال: هل انت مع فكره الست ملزمه بايه والراجل ملزم بايه، والتفكير في بديهيات والتعامل مبدا حق يحقك ده، يعني اللي يعني الحقيقه اللي بيحب ما بيفكرش كده وبيتعامل مع يعني من منطلق العطاء والتضحيه. وما زلنا في حضره صاحب المقام العالي الكاتب والمؤلف ونائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون الاستاذ ايمن الحكيم. الو. ايوه معاك استاذ. ايوه يا استاذ ايمن، بعيد عنك حياتي عذاب. ايه انت... العظمه دي، مش معقول. مش هيحصل تاني. لا طبعا. تعرفي ان في المقدمه الموسيقيه دي بليغ عمل حاجه يعني كانوا يعني القنباطي والملحنين الكبار لام كلثوم يعني كانوا مستائين ان هي تتعامل مع ولاد صغيرين زي يعني موجي وبليغ حمدي وبتاع، فقالوا لها دول ما يعرفوش يعملوا مقدمه موسيقيه. فبليغ تحدى الحقيقه، لما تشوف المقدمه الموسيقيه بتاعت بعيد عنك شيء مذهل. تشوفي المقدمه الموسيقيه بتاعت الحب كله، لا حاجه يعني لوحدها كده، تقعد تسمعيها لوحدها يعني. والف ليله وليله، وبعدين اقناع بليغ يعني كمان اقناع بليغ لست ام كلثوم، وهي ام كلثوم هذه العنيده اللي بتنتقي ولا تثق بعازفين صغيرين او عازفين غربيين، يعني لما اقنعها بسمير سرور ويدخل الساكسفون جوه الفرقه الموسيقيه، الاورج، الاكورديون، طب كل ده دخله بليغ واقنع بيه ام كلثوم، لانه هو كمان عنده، هو عفريت. لا صحيح، انت عارفه يوم ما جاب الاستاذ فاروق سلامه بالاكورديون ودخله عشان البروفه، فام كلثوم بتقول الاستاذ فاروق حكى لي انت رايح فين يا ابني، انت ده مش فرح، ده في بروفه هنا. هي عندها فكره ان الاكورديون ده بتاع الافراح، بتاع العوالم بقى والحاجات اللي دي. ايوه فاهمك. فبليغ قال لها لا انا يعني ستي بس تسمعي سولو من الاستاذ فاروق، انا عايزه ادخله في اللحن، في اللحن الجديد. فام كلثوم رفضت في الاول بشده، انت يا ابني الاكورديون ايه بتاع الافراح ناقص، جيب لي يعني نعمل عوالم بقى على المسرح. انا سمعت، بص انا عايزاك برضو توثق لي حاجه، سمعت انه لما بدا بليغ حمدي يعمل مقدمات موسيقيه بهذه الروعه عبد الوهاب غار، فقال لك انا لازم اعمل مقدمات موسيقيه في اغاني ام كلثوم. هل ده حقيقي؟ من حسن حظنا الحقيقه، من حسن حظنا الحقيقه كمستمعين الحقيقه يعني المباراه الحقيقه احنا اللي استمتعنا الحقيقه. قول لي يا استاذ ايمن، ايام بليغ الاخيره اسرارها ايه؟ يعني لو اللي بيسمعني دلوقتي ما قراش مقالاتك المنشوره الاربع مقالات، تلخص له الحكايات دي في ايه؟ والله حكايات كتير في الفتره الاخيره. انت عارفه السنين اللي المنفى اللي كان بيسميها المنفى اللي هو قعدهم في باريس بعد القضيه الشهيره بتاعته دي، دي سنوات مجهوله في حياه بليغ، فحاولت اوثقها يعني فيها اسرار كتير وفيها حكايات كتير. اقول لك بس منها حكايه. بليغ قبل وفاته بدقائق كان ايه اخر طلب ليه في الحياه؟ إيه ده من روايه الاستاذ محسن خطاب. ده محسن ده كان صاحبه ومساعد بتاعه، وطلبه وقال له يا محسن عدى عليها بسرعه. لما راح له في المستشفى قبل الوفاه ما فيش بدقايق، قال له يا محسن اطلب لي التليفون، عايز اسمع صوت ورده. عايز يسمع صوت ورده. صوت ورده. تخيلي. بس ده كان اخر طلب لي في الحياه. دي قصه حب الحقيقه غير طبيعيه برضه، هو ورده الحقيقه. دي قصه يعني اولا لا هو اتجوز بعديها ولا هي اتجوزت بعد، وكانوا بيحبوا بعض بشكل غير طبيعي. انت تفتكر كان الانفصال ليه يا استاذ ايمن؟ الانفصال كان فيه اسباب كتير. يعني يعني هو كان نفسه يخلف من ورده يعني، وهي ما كانش عايزه يعني، مش كانت حابه او حكايه الخلفه، انها خلفت قبل كده من جوازه قبليها. كان في غيره شديده، تعرف بليغ كل مطربات العالم العربي كان حواليه، فطبعا الست ورده لازم تغير. في غيره، بس الحب قعد لغايه اخر يوم يعني. هو كان ورده بالنسبه له هي حب عمره الحقيقه. حقيقي. واخر حاجه انت عارفه اللحن بودعك، ما هي يعني هو عامله الورده هو هناك يعني. هو ولما عمل، وهو على فكره كان كل لحن جديد بيعمله وهو في هناك باريس، كان يكلم ورده يقول لها يسمعها ويسمعها. وفي الحان غنتها ست ميادة الحناوي، بليغ عاملها هي ست ميادة، عارفة ان بليغ كاتب الاغاني دي حب في حب وردة، وميادة هي اللي غنتها وغنتها يعني. ودي حاجات غريبة جدا الحقيقة، ما يعملهاش غير بليغ يعني. ايه كمان يعني من الاسرار في ايام بليغ الاخيرة يعني مستمتعة؟ والله اسرار كتير الحقيقة يعني. في اغاني لم تظهر حتى الان لبليغ. عايز اقول لك في
16 لحن لبليغ، 16 لحن لبليغ حمدي لم يظهروا حتى الآن. منهم لحن الحقيقة كان كلمني المهندس أسامة فهمي ابن أخت بليغ وده وكيل الورثة، اكتشفوا وبعتولي وبعتناه للأستاذ علي الحجار، المفروض بيشتغل فيه وهيعيد توزيعه وهيسجله. فبليغ ده يعني عنده فيض فيض من المزيكا. كان لسه بيحكي لي شاعر الأستاذ محمد السيد بيقول لي هو كان عمل لحن، يعني بليغ عمل له لحن هيتغنيه الست شريفة فاضل. فبيقول لي لما تسجل لقيت في كوبليه الاخير المتغير، يعني مش بتاعي. فرحت لبليغ، استاذ بليغ يعني ليه غيرت يعني؟ فقال له انا ما غيرتش، انا رحت الاستوديو عشان نسجل اللحن فلقيت ان انا ناسي الكوبليه الثاني، انا عندي المذهب بس. فقلت اروح المكتب اجيب البتاع، فكتب هو قام قاعد كاتبه زي ما زي انا بعشقك كده، ما هو كتبها ولحنها هو قاعد يعني نص ساعه خلص الحكايه دي. فده ربنا كان مديله صارف له كتير، يعني المزيكا بلا حساب الحقيقه. يعني في بعض الملحنين ممكن يقعد سنه عشان يعمل لحن، ده كان ممكن يعني انا يعني ملبوس، كان ممكن هو كان ملبوس يعني يعمل خمس الحان وهو بيشتغل فيهم في نفس الوقت، في نفس الوقت يعني في نفس الاوضه. يعني هو راح الركن ده يشتغل في لحن، وبعدين يروح الركن ده يشتغل في لحن، يعني في نفس التوقيت ويطلعوا كلهم بنفس العظمه. صحيح الحقيقه يعني انا استاذ ايمن الحكيم، الحقيقه انا بشكرك شكرا جزيلا جزيلا على هذه المداخله ونورتني في قد المقام. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شكرا. شكراً. تسلم لي، تسلم لي، خليك مكمل حلقتنا. طبعا طبعا ربنا يخليك. مع السلامه. مع السلامه. شكرا جزيلا للكاتب والمؤلف نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون الكاتب ايمن الحكيم.